عمر محمد، مع حضراتكم خبير الاستثمار في مجال الهيلث كير انفستمنت في جلوبال وونز. انا كنت اتكلمت مع حضراتكم قبل كده ان احنا هنتكلم حوالين ازاي المؤسسه هتبقى جاذبه للقوى البشريه المؤهله. احنا لو فكرنا كده بشكل مبسط جدا حوالين الجزئيه دي، مثلا ليه بيبقى فيه نسبة طلاق مرتفعة إلى حد كبير في المجتمع الشرق الأوسط بالذات، يعني حتى لو الجواز ده مبني عن قصة حب؟ لأن بعد الجواز بيبقى فيه مس هارموني أو مس انتربريتيشن بين الرجل ومراته، مفيش جزئية اللوف ستوري اللي كانت موجودة في فترة الخطوبة. الجين الغريب الموجود عندنا اللي هو حب الامتلاك او التملك بيبدأ يشتغل، وتبقى تظهر عيوب الراجل وعيوب الست بشكل واضح جدا، وده بيبقى خلل كبير جدا في العلاقة الأسرية. طيب نيجي ايه العلاقة بين الكلام ده وبين الـ HR successful story في اي مؤسسة؟ عشان تبقى مؤسسة ناجحة لابد انك انت القوى البشرية الموجودة عندك لابد تكون حابة المكان كويس جدا جدا ومؤهلة بشكل كويس جدا، وجزء لا يتجزأ من منظومة النجاح في المؤسسة. لكن نرجع كذا خطوة لورا ونقول ازاي نوصل للمعادلة المهمة جدا، لان اي مؤسسة مش هتنجح الا بقوة بشرية ناجحة. نعيد تاني، مفيش مؤسسة بتنجح الا من خلال القوة البشرية ناجحة مؤهلة. مهما صرفت على البنية التحتية، مهما صرفت على التسويق، من غير قوة بشرية كويسة عمرك ما هتنجح. من البداية خالص لابد يبقى فيه سيلكشن كويس قوي، لازم يبقى فيه اختيار كويس قوي. لازم تحدد ايه القوة البشرية اللي انت محتاج لها في كل بوزيشن في المؤسسة بتاعتك، والكاركترز بتاعتهم، المواصفات بتاعتهم كويس جدا، والانترفيو يكون اكيرت كويس جدا، عشان من الاول تختار صح. مينفعش انك انت تختار غلط وتبني رؤيتك والاستراتيجيه بتاعتك غلط وتندم في الاخر. فانت لابد انك انت تعمل ويل سيلكشن فروم ذا فيرست بوينت، تعمل تريننج كويس قوي للقوى البشريه بتاعتك قبل ما تشتغل واثناء ما بتشتغل. جزئيه انك انت تطور من ادائهم وترفع من ادائهم ده جزء مهم جدا. بعد ما بتشتغل الناس لازم الكونتراكت التعاقد مع القوى البشريه برضو يوضح كل حاجه في العقد. برضو الناس لازم تشتغل على بينه من الاول، رايت، بما فيها جوب ديسكريبشن، رايت. النقطه اللي بعدها طبعا اللي بيئه العمل. يعني انا كان ممكن نتكلم حوالين الناحيه الماليه، لكن انا في وجهه نظري ان هو بيئه العمل تكاد تكون اهم بكتير من الفلوس. لانك انت ممكن تدفع كويس قوي لكن بيئه العمل مش مناسبه، بيئه العمل مش مريحه، فبالتالي دي بتبقى نقطه ضعف في الريسورس اناليسيس، وبالتالي ممكن تفقد القوه البشريه بتاعتك، رايت. ركز كويس قوي، حط او اخلق بيئه عمل جذابه، بيئه عمل مريحه، بيئه عمل فيها ابداع. عامل الناس الفريق بتاعك على ان هم جزء من المؤسسه بتاعتك، مش على اساس ان هم بيشتغلوا عندك. ودي المقارنه اللي بينا بنقول احنا ايه العلاقه بين الطلاق وبين الجزئيه بتاعه العمل. ان الطلاق الراجل بيحس ان مراته ملك له، والست بتحس ان الراجل ده ملكها، وبالتالي الاثنين بيفقدوا الاتراكتيف بوينتس تجاه ايتش اذر. هي نفس الحكايه في الشغل، كل ما انت تقدر الفريق بتاعك وتخلق له جو عمل مريح نفسيا وعمليا، وفي مساحه للابداع ومساحه للتعبير ومساحه للمشاركه في اتخاذ القرار، كل ده بيدي لك فريق عمل قوي ومستمتع، الفريق نفسه مستمتع. احنا لو سالنا نفسنا سؤال مهم جدا، انك انت رايح الشغل بتاعك الصبح، لو انت رايح شغل وبتقول يا ربنا يعدي اليوم ده على خير، يبقى دي بدايه الفشل، بدايه المؤسسه نفسها في حد ذاتها فيها خلل رهيب. فريق العمل عندك هو جاي الشغل لو فعلا بيقول ربنا يستر يعدي اليوم ده على خير. فريق العمل لو
جاي قرفان، بالتالي ده بداية الفشل. فلابد ان يكون الفريق العمل جاي مستمتع وحابب شغله، وفي نفس الوقت جاي بيقول والله انا جاي مكاني بيتي التاني. في نفس الوقت الموظف او اي حد فريق العمل لو بيحسبها بدقيقة وثانية في ميعاد الانصراف، دي فعلا مشكلة كبيرة. يعني بقى فعلا ظروف العمل وبيئة العمل مش كويسة، فلابد انك انت تخلق بيئة عمل زي ما قلنا كويسة جدا. دي حاجة. الحاجة التانية البيمنت، الموضوع الدفع المادي، نقطة لا خلاف حواليها، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. لابد انك انت تدفع كويس جدا بما يتناسب مع كفاءة وقدرات ومسؤولية وابداع الناس اللي بتشتغل عندك. ما تاكلش عرقها بالبلدي، لازم تاخد حقها كويس جدا، رايت. ويبقى انفولفد ان ديسيجن، لابد ان هو يبقى جزء من فريق العمل، ما تحسسوش ان هو بين قوسين زيه زي اي حاجه اساس في المؤسسه. لازم يبقى في ريجولار ميتنجز، لازم يبقى في اجتماعات دوريه، في لقاء مع الناس تسمعهم وتستمع ليهم وتسمع وجهه نظرهم وتتناقش معهم وتوضح رؤيتك عشان يبقوا عارفين انت ماشي ازاي. ودي كريتيكال بوينت، يعني ما ينفعش المدير او الرئيس المباشر يقول تعليمات تتنفذ حرفيا وشكرا. لا، لازم الناس تبقى فاهمه كويس قوي ليه المؤسسه بتدار بالشكل ده، ويبقى الناس مقتنعه بالفكره دي ووجهه النظر دي وتسمعهم. ربما يكون ليه وجهه نظر احسن منك، ده وارد جدا على فكره. مش معنى انك انت المدير او انا المدير او كذا وكذا يبقى انا قراري صح من 100%. لا، ممكن تجي لك افكار من ناس في الفريق العمل تكون اكثر ثراء واكثر نجاحا من افكار انت اريد حطيتها في دماغك. اوكي، الابريشيشن والانفولفمنت، تمام، جزء مهم جدا في انك انت توصل بالفريق بتاعك ان هو منتمي للمؤسسة وحاببها وحابب يستمر فيها. طيب كل ما تكون المؤسسة بتدور بالشكل ده، فريق العمل عندك حتى لو في اغراء له من المؤسسة بنفسها، لا، هيفضل يستمر معاك مش هيمشي. زي مثلا انت لو في عندك مثلا دكتور او ممرضة او حد زي كده بياخد مثلا توتال سالري مثلا 10,000 مثلا 10,000 جنيه مثلا، اوكي، ويجي منافس كومبيتيتور ليك قال له لا انا هدي لك 12 و13، لا، هو طالما مستريح ومبسوط وحاسس بالامان في المؤسسة بتاعتك، لا، مكمل معاك، مش هتفرق معاه الالف والاتنين صدقني، تمام. لكن هيفرق معاه عدم احساس بالامان، عدم التقدير، عدم الاحترام، دي تفرق معاه كتير، ماشي. فلابد احنا زي ما قلت لحضراتكم نركز على نقاط طريقة التعامل وخلق بيئة تعامل والدفع بشكل كويس وتطوير الاداء بشكل مستمر عشان نوصل لاعلى درجة من الاداء العالي جدا لكل فرد في المؤسسة، رايت. انت كمؤسسة شطارتك انك انت تبقى نقطة الجذب للناس الشاطرة من الناس التانيين، مش نقطة طرد. الحاجة من ضمن الحاجات اللي برضه مهمة، ما تديش احساس للفرد للناس الفريق العمل عندك انك ممكن تستغنى عنه، لا، حسسه انك انت جزء من المؤسسة دي ولا يمكن تستغنى عنه. وفي نفس الوقت المهمة جدا بالنسبة للموظف او اي حد بيشتغل برضه، في نفس الوقت ما يحسش ان هو بدونه الشركه هتقع او المؤسسه هتقع او المستشفى هتقع. برضه الكونسبت ده ما ينفعش من اي حد بيشتغل في اي مؤسسه. لو انت اقتنعت او مقتنع بانك انت الوحيد في الدنيا ممكن تمشي مؤسسه، تبقى غلطان، مستحيل. فشيل الكونسبت ده بعد اذن حضرتك، لان معلش يعني اي حد في الدنيا بديل، اوكي، ماشي. فما تتكلش قوي انك انت عندك مهارات وانا هحط رجل على رجل وهحط شروطي وكذا وكذا، لا لا، بي كالم وبص لمصلحة المؤسسة وانفولفد في الفيوتشر لاين بالنسبة للمؤسسة. اوكي، جود لك، ثانك يو.